محكمة جناح بولاء سطرت كلمة النهاية في محاكمة ثلاثة متهمين في القضية المعروفة بسيدة بولاء. المتهمين صدر ضدهم أحكام بالحبس 3 سنوات و9 أشهر في بعض التهم، منها البلطجة والإتلاف وحياز السلاح أبيض. معانا الأستاذ بلال نصر الدين رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، هنتعرف منه على الموقف القانوني للمتهمين. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ. أستاذ بلال، عاوزين نعرف الموقف القانوني للمتهمين. احنا عارفين منهم متهمة محبوسة واتنين هاربين، اتفضل. هو الموضوع الأول بس كان مشاكرة بين جيران وبعضهم، ابن المجني عليها التاني مع ابن المتهمين، فده كان سبب الخلاف يعني. الموقف القانوني ليهم طبعا، وقبل ما نتكلم عن الموقف القانوني انا عايز اقول حاجة بس مهمة، ان الفيديو اللي موجود على مواقع التواصل الاجتماعي مش كويس ومش حلو يعني، ولا عجبني ولا عجب حضراتكم، ولا انا طلبت حتى البراءة. لكن كل اللي انا طلبته واللي الهيئة طلبته ان يجب معاقبة المتهمين على ما ارتكبوه فقط بدون اضافة اتهامات. اهلا متابع اليوم السابع. محكمة جناح بولاء سطرت كلمة النهاية في محاكمة ثلاثة متهمين في القضية المعروفة بسيدة بولاء. المتهمين صدر ضدهم احكام بالحبس 3 سنوات و9 أشهر في بعض التهم، منها البلطجة والإتلاف وحياز السلاح أبيض. معانا الأستاذ بلال نصر الدين رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، هنتعرف منه على الموقف القانوني للمتهمين. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ. أستاذ بلال، عاوزين نعرف الموقف القانوني للمتهمين. احنا عارفين منهم متهمة محبوسة واتنين هاربين، اتفضل. هو الموضوع الأول بس كان مشاكرة بين جيران وبعضهم، ابن المجني عليها التاني مع ابن المتهمين، فده كان سبب الخلاف يعني. الموقف القانوني ليهم طبعا، وقبل ما نتكلم عن الموقف القانوني انا عايز اقول حاجة بس مهمة، ان الفيديو اللي موجود على مواقع التواصل الاجتماعي مش كويس ومش حلو يعني، ولا عجبني ولا عجب حضراتكم، ولا انا طلبت حتى البراءة. لكن كل اللي انا طلبته واللي الهيئة طلبته ان يجب معاقبة المتهمين على ما ارتكبوه فقط بدون اضافة. في متهمة تانية هاربة، هو في 3 متهمين، متهمة محبوسة وفي 2 متهمين هاربين. المتهمة التانية الهاربة هي من احدثت الاصابة بالمجني عليها، لكن المتهمة الاولى هي دي اللي احنا اتكلمنا عليها واللي هي محبوسة دلوقتي، ان هي كانت في المشاجرة وكانت بتتخانق، لكن ما كانش معاها ادوات، وده اللي احنا قلناه في المحكمة. وبالتالي احنا طلبنا معاقبتها على جريمة الضرب البسيط بدون البلطجة وبدون استعراض القوة وبدون التهديد، وكمان القضية كانت واخدة سكة تانية قبل ما نوصل للي احنا فيه دلوقتي، كان في شروع قتل وكان في تهديد وكان في كلام من ده، لكن طبعا يعني لا تعقيب على احكام القضاء، وانا الحكم مرضي بالنسبة لي، ومع ذلك هنعمل استئناف وان شاء الله يعني خير. بالنسبة للمتهمين الهاربين موقفهم القانوني، المتهمة الحضورية موقفها القانوني؟ والله هو المفروض المتهمة الأولى هي دلوقتي اللي محبوسة، هي دي اللي يجوز ليها دلوقتي الاستئناف، ولو تمكنت الشرطة من القبض على المتهم الثاني والثالث ساعتها هنقدر نتكلم وندافع عنهم، لكن طول ما هم هاربين ما ينفعش نتكلم عنهم أصلا ولا ينفع أتكلم عنهم في المحكمة، لكن كل الكلام دلوقتي عن المتهمة الأولى. بالنسبة للإصابات اللي كانت في المجنى عليها دي كانت ضمن تهمة التعدي مظبوط؟ هو ده برضو كنت عايز اتكلم فيه دلوقتي. هي كان في تقرير متقدم من المجني عليها بعد يوم كامل من الواقعة بيقول فيه اصابات، اطوال اصابات 15 سنتي و20 سنتي يعني الشكل ده، مش موضح اي اداة هي اللي احدثته ولا موضح اي سلاح، لكن اللي موضح في الفيديو ان احد المتهمين هما اللي احدثوا الاصابة مش كل المتهمين، وموضح كمان الخناقة، الموضوع ما كانش موضوع يعني اتفاق بينهم متعدي عليه. شكرا استاذ بلال، وهنتواصل مع حضرتك خلال مراحل التقاضي القادمة. بالنسبة للمتهمة الحضورية ان كان ليها استئناف على الحكم، او المتهمين الهاربين ان كان لهم اعادة اجراءات. عايز اقول بس كمان في اتجاه للتصالح مع المجني عليها من اول مرحلة كانت عليها الدعوة ولحد دلوقتي، رغم صدور الحكم 3 سنوات ورغم اني هعمل استئناف،
لكن برضو احنا بنسعى للتصالح مع المجنة. اللي سمعناه من دفاع المجنة عليها ان مفيش تصالح لان هم خايفين يجوا اصلا بلاقوا هم ما زالوا في المنوفية في محل اقامتهم، خايفين يجوا هنا بلاقوا العيال راحت عليها الامتحانات. لا لا لا، الموضوع ده مش مظبوط، وبالفعل كان في قاعده عرفيه اتعملت وكنا منظمينها احنا بنفسنا. تابع اليوم السابع ده كان راي رئيس هيئه الدفاع عن المتهمين. القضيه هنتابعها في المراحل القادمه، مراحل التقاضي سواء المعارضه الاستئنافيه او بالنسبه للمتهمه المحبوسه او اعاده اجراءات بالنسبه للمتهمين الهاربين. هنذكر حضراتكم القضية حدثت في منطقة بولاق، ويوجه للثلاث متهمين تهم التعدي والبلطجة وحيز سلاح أبيض وإتلاف واجهة مسكن المجنى عليها. ده ملخص القضية اللي كانت شاغلة الرأي العام خلال الأيام الماضية، واللي محكمة جنح بولاق سطرت كلمة النهاية في تلك الدعوة. شكرا متابع اليوم السابع، على أن نلتقي معكم.